بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، كل واحد منا نريده أن يسأل سؤالا، أن يسأل نفسه عن الليل والنهار، كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات، كم ضحك في هذه الحياة، وهل هذه الضحكة ترضي الله عز وجل عنه، وكم تمتع في هذه الحياة، وهل هذه المتعة ترضي الله عز وجل عنه، وكم سهر وهل هذا السهر يرضي الله عنه، وكم وكم سؤال يسأل فيه نفسه. وقد يبادر الإنسان، لماذا أسأل هذا السؤال؟ نعم، تسأل هذا السؤال لأنه ما من طرفة عين ولا لحظة تعيشها إلا وأنت تتقلب في نعمة الله. فمن الحياء مع الله والخجل مع الله أن يستشعر الإنسان عظيم نعمة الله عليه. ربنا يا ربنا.